الأطفال مدام هند اللي سمعنا صوتهم من المملكة العربية السعودية، طبعا هي معاها أحكام، مفيش تنفيذ، مفيش أي حاجة، التعاون الدولي أو الخارجية مفيش تحرك. خلونا نروح لمدام عزة. أنتي ولادك مخطوفين برضه؟ فين؟ لا، هنا في القاهرة، في هنا في مصر، مصر. ما سافروش السعودية ولا وبرضك راحوا ولا جم. هنا في مصر، بس للأسف برضك ولا عارفة طولهم ولا عارفة اشوفهم ولا عارفة انفذ الأحكام اللي معايا. هما كام طفل؟ بنت وولد، بنتي 13 سنة وابني 10 سنين. خدهم مني من شهر 7 اللي فات خدهم بالقوة ازاي؟ بالعافية وبالجبروت. انا متطلقة منه من 4 سنين، ومن قبل الطلاق منفصلة كمان ب4 سنين. ما كانش عايش معانا، ما كانش يعرف عن الأولاد أي حاجة. أنا اللي كنت ومعاك بودهم، حكم ضم؟ معايا حكم ده، معايا قرار من المحامي العام الأول من شهر 8 لغاية دلوقتي مش عارفة أنفذه. 8/2016. أيوة، ومعايا حكم محكمة من شهر 12/2016 بالضم برضك مش عارفة أنفذه. رحت تنفيذ الأحكام أنا طلب طلعت تنفيذ أحكام أكتر من 15 مرة، 15 مرة. أكتر من 15 مرة، وفي الأوراق والمحاضر اللي تثبت كلامي. أنا طب لما تنفيذ الأحكام بيطلع معاكي أكتر من 15 مرة، أيوة، ما بينفذش ليه؟ كل ما نروح بقى خلاص كان بيتبلغ بالميعاد، بياخد حد بيبلغه طبعا طبعا إن القوة رايحة؟ إن القوة رايحة. أنا طلعت تنفيذ أكتر من ده في 15 ذاته. مرة طبعا. بعد كده لما غيرت المحكمة وغيرت المحضر، رحت محكمة تانية، دي تاني مرة لقيت فيها الأولاد بس كانوا في المدرسة. رحت خدت قرار ان انا اروح طب ما انفذ انت عن من حقك المدرسه. تنفذي في المدرسة. ايوه، انا اخدت قرار ان انا اروح اخدهم من المدرسه. المدرسه طبعا انكرت وجود الاولاد لان مدرسه جديده لسه ناقلهم فيها، ما كانوش يعرفوني. انكرت وجود الاولاد، هو موصيهم بقى. هو موصيهم طبعا، انكرت وجود الاولاد. ما فيش 10 دقايق لان هو جاي، دخلوه من الباب الخلفي للمدرسه وهرب الاولاد في توك توك وتعدى عليا بمطوه اثناء التنفيذ، انا وكل اللي كانوا معايا، انا وقوه كان معاك الشرطه. قوة تنفيذية؟ كان معايا 2 امناء شرطه مش اتنين اكتر، أمناء شرطة. اتنين امناء تمام، شرطه رايحين ينفذوا رايحين وتعدى ينفذوا. عليك المطوة قدام. تعدى علينا بمطوه اثناء التنفيذ انا واللي معايا. في نفس اللحظه كان امين الشرطه اضطر للاسف، ويمكن انا بعد كده عاتبته في حاجه زي دي، قلت لك يا ريت، قلت له يا ريتك كنت سيبني وطربني انا بالمطوه، ما كنت سبت هو الاولاد. حماك يا امين هو الشرطة؟ حماني، لا ده هو دوره جاي. طبعا، ده دوره. هو اضطر ان هو يسيب التوك توك بالاولاد وجه من ظهر طريقي من ورا كتفه عشان قبل ما يضربني بالمطوه، وكان التوك توك خد طيب الاولاد وجري طيب طيب امين الشرطه اتنين ما كتفه، قبضوش عليه ليه؟ قبضوا عليه وخدوه على القسم، قبضوا اتعمل عليه متلبس. متلبس بالمطوه، واتثبت ده في محضر، المحضر المحكمه اللي بيعمله، يعني ده مش محضر كايدي انا رحت عملته، لا ده محضر عامله محضر المحكمه وموظف المحكمه اللي طالع معايا التنفيذ، وماضي عليه 2 امناء الشرطه اللي كانوا معايا، وماضي عليه الاخصائي الاجتماعي. وبعدين المهم خدوه على القسم، اتعمل له محضر، اتعرض على النيابه، خرج من النيابه بضمان وظيفته لان هو شغال سكرتير نيابه اداريه. نزل له جلسه، وفي بقى محضر اسمه هو ماضي عليه، محضر الشرطه، أيوة. محضر النيابه هو ماضي عليه. ها، في الاخر بعد ده كله جايب ما يثبت ان هو كان في الشغل. ازاي هو امين الشرطه اللي ماسكه متلبس؟ بالظبط كده، انا ده اللي انا بساله، ازاي في محضرين شرطه، محضر شرطه ومحضر نيابه، وفي مطوه متحرزه لغايه دلوقتي، لغايه دلوقتي في القضيه، لغايه دلوقتي المطوه متحرزه، ها، وجايب هو ما يثبت من شغله، الساده اللي في الشغل معايا ساعدوه وجايب ان هو ما يثبت ان هو كان في الشغل في الوقت ده، وهرب الاولاد اللي تاني مره ولغايه دلوقتي انا مش وحتى عارفه الان ما اولادي دلوقتي فين. خدتهمش. ما خدتهمش للاسف، ما ودهمش امتحانات لغايه دلوقتي، ما حضروش امتحانات نص السنه معايا ما يثبت ذلك، مستقبلهم بيضيع، مستقبلهم ضاع. انا بنتي في تانية اللي اعدادي بيدفع الثمن دايما يا جماعه الاولاد. طبعا ده طبيعي، ابنائنا اللي هم اللي بيمثلوا مستقبل مصر ما بيحضروش الامتحان لغايه ومكسوفين الوقت اللي انا بكلم حضرتك وبيتهربوا فيه دلوقتي. كطريقه اجرام ومطاوي يا والكلام. فندم ده خدهم دلوقتي، بعتهم الصعيد مع والدته، هو موجود هنا في القاهره، واولادي اللي في سن المراهقه، البنت اللي في سن المراهقه بتلف في بيوت ناس ما تعرفهاش في الصعيد عشان انا ما اعرفش هو ده اوصل لهم. كله ايه؟ بسبب العند؟ اكيد بسبب العند، بسبب ان انا ما اخدش اولادي. طب